أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع السابع. في هذا الفيديو سنناقش أهم التفاصيل التي سنقوم بدراستها وعرضها خلال الأسبوع السابع. كونوا معي. درس هذا الأسبوع هو الميزان الصرفي، وهو المعيار الذي نقيس به الفعل. مفهومه هو معيار لقياس أبنية الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة. والميزان الصرفي يكون في الأسماء، فالأسماء عزيزي الطالب منها ما هو معرب يوزن، أما المبني فهو لا يوزن، مثل المعرب وطن، درهم، فرزدق. أيضا هناك الأفعال المتصرف يوزن، أما الجامد لا يوزن. الجامد مثل نعمة، بئس، عسى، ليس، أما المتصرف مثل أقبل، رسم، وسوس، والحرف أيضا لا يوزن. المعيار الذي نقيس به هو حرف الفاء والعين واللام. معظم كلمات اللغة العربية هي ثلاثية الأصل وتقابل عند الوزن بالفاء والعين واللام، فمشكولة بشكل الموزون مثل درس، فعل. أما لعب فنقول فعل، نغير الحركات. الكلمات ذات الأصل الرباعي تزاد لام بعد الحرف إذا في آخر فعل، فعل، بعثر، فعلل. وأيضا الخماسي تزاد لامان بعد لام فعل، سفرجل، فعلل. زيادة حرف بتكرار أصل من أصول الكلمة، علم، فعل، قابل، فاعل، استقبل، استفعل. وأيضا يجوز فيه الحذف، حذف حرف من الكلمة الموزونة يؤدي إلى حرف إلى حذف حرف في الميزان، كما في قف، عل، يسعى، يفعى. فالميزان الصرفي كلمات اللغة العربية أغلبها ثلاثي، تقابل عند الوزن بالفاء والعين واللام. يقال في وزن الفعل لبس، فعل. وزن الاسم قمر، فعل. ويسمى الحرف الأول فاء الكلمة، والثاني عينها، والثالث لامها. إن زيد حرف أو أكثر في حروف الزيادة على الأصل تقابل بالأصول وتعبر عن الزيادة بلفظه، فيقال في وزن قادم فاعل، وفي تقدم تفعل. وإذا حصل هناك أي حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان، ففي أقم أفل، وصلة علة. الآن سننتقل إلى أمر مهم وهو التدريب. ما الميزان الصرفي للكلمات المصباح، يكد، ترى، صافات، يقلب، عبرة؟ لاحظ معي، لن تبدأ بالوزن الصرفي إلا عندما ترجع الكلمة إلى أصلها وتقارنها وتعرف ما فيها من حروف زيادة وحذف حصل عليها. بعض الكلمات أصلها رباعي على وزن فعل بزيادة لام على آخر فعل، نحو دحرج، ترجم، زلزل. هذه هي حصة الأسبوع السابع، ستكون كلها حول الميزان الصرفي. ستعرف كيف تزن الكلمات الأصلية الحروف، الكلمات التي زيد عليها الحروف، ستعرف أيضا الحروف التي حذفت، والكثير الكثير من التفاصيل في هذه الحصة، حصة الميزان الصرفي.
إلى هنا أعزائي الطلاب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.